السلام عليكم أعزائي. المحاضرة لهذا اليوم عن سوليد ستيت ويلدينج. في هذه المحاضرة راح نتناول بعض طرق سوليد ستيت ويلدينج، ونتناول بعض الجوانب الميتالورجية وأيضا الويلدابيلتي لبعض المعادن باستخدام هذه الطرق. اعتمدت في هذه المحاضرة بصورة شبه تامة على كتاب Welding Metallurgy and Weldability of Solid State Welding هنا للكاتب جون لبولد. في الحقيقة هنا عندنا Solid State Welding، من العنوان نستنتج انه انا عندي اللحام دي يتم at Solid State. كل اللي اخذناه سابقا من طرق الارك ويلدينج الى ريزيستنس ويلدينج الى الاوكسيفيول، اضافة الى الالكترون والليزر بيم ويلدينج، كلها كانت تضمن عندنا ميلتينج اوف ميتلز اند الويز تو بي ويلدد توجذر. لكن هنا اللي راح نتناوله انه يصير عندنا ويلدينج، يصير عندنا جوينينج بات ات سوليد ستيت. There is no melting, there is no fusion. فهنا نقول by definition melting and solidification do not occur. يعني هنا ما يصير عندي melting وبعدين يصير عندي طبعا بالتأكيد وراء يصير solidification حتى يصير عندي لحام. There is no melting and there is no solidification during solid state welding. وإنما solid state processes depends on what by حالة depends on formation of metallic bones. تتكون عندي آثرة معدنية at atomistic level to produce joint. إذن العلاقة ما بين الذرات اللي يصير مع بعضها البعض باستخدام طبعا يكون عندي pressure واحتمال يكون عندي أيضا حرارة في بعض الطرق، يصير عندي عملية اللحام. There are number of non-fusion welding process. They are normally distinguished by the way heat and deformation are generated at the interface. هنا حقيقة بطرق اللحام في الحالة الصلبة دائما ما تكون عندنا عوامل أساسية لتكوين اللحام. هنا العوامل الأساسية لتكوين اللحام تكون الحرارة موجودة، لكن الحرارة قد تسلط طبعا خارجيا أو تسلط من خلال المعدن نفسه بآلية معينة هسه يعني نعرف شلون، لكن الحرارة بصورة عامة قلنا ما توصل إلى الملتينج بوينت. فهنا عندنا دائما يصير عندنا باللحام الحالة الصلبة أنه يصير عندنا قلنا هيت ويصير عندنا ديفورميشن، وعن طريق الهيت والديفورميشن وين بالانترفيس يعني بالوجه خلينا نقول الأسطح اللي راح تلحم راح to be welded together. فالانترفيس شو يصير به عادة؟ تتعرض إلى حرارة، قلنا قد الحرارة تكون external source مثل اللحام أو قد تكون لا، قد تكون مثلا بواسطة فد عملية معينة مثل الاحتكاك. اوكي، لكن بصورة عامة الحرارة قلنا قليلة. وعدي ايضا الديفورميشن، يصير عدي تشوه على الاسطح. فاذا تتميز هذه الطرق بالتشوه والحرارة، وايضا هذه الطرق تتضمن includes frictional heating. هذا اللي نقول عليه انه عندنا مثلا اللحام الاحتكاكي جزئين نقربهن مع من بعض، خلينا نقول انبوبين فقطر مقابل قطر، ونبدي نفرهن واحد عكس اتجاه الاخر مع ضغط مسلط واحد عكس اتجاه الاخر. شو يصير عندنا؟ يصير عندنا توليد حرارة عن طريق الاحتكاك، وبالتالي مع الضغط ممكن يصير عندي اللحام. فإذا هذا هو المقصود بالفريكشنال هيتينج، أنه عندي الحرارة الناتجة عن طريق الاحتكاك. وين عادة تكون هاي الحرارة؟ قلنا تكون
بالمكان اللي الانترفيس اللي يلحم وجه على وجه. وايضا ممكن هذا الاحتكاك يكون طبعا هذا اللي يعني فسرته قبل شويه هو فريكشن ويلدينج، وقد يكون باي ا ثيرد نمبر. زين، فهنا يكون عندي يعني مو المعدنين اللي تلحم هي تفتر ويصير احتكاك ما بيناتها وتتولد حراره، لا، ممكن انا عندي معدنين الحمهن سوا، واللي يسوي الاحتكاك والحراره او اللي يولد الاحتكاك والحراره هو فد عامل ثالث اللي هو ثيرد نمبر. وهذا في طريقه الفريكشن ستير ويلدنج ان شاء الله احنا ناخذها بالتفصيل. يعني ببساطه اقدر اقول انه انا عندي بعمليه الفريكشن ويلدنج عندي هذا انبوب وعندي هذا، او قد يكون مو انبوب سكوير، هذا قطر مالته وهذا قطر مالته، واحد مقابل الاخر اذا اخذها 2 دايمنشن هيشي. وطبعا يصير عندي عمليه دوران، اوكي، بالتالي راح تتولد حراره وبعدين يصير عندي هنا لحام. الفريكشن ستير ويلدنج اللي يقول ثيرد نمبر قصده انه انا هنا عندي هذه القطعتين اللي اريد الحمهن، ويجي هنا فد تول اخرى تبدي هنا تفتر وتولد حراره، هاي الحراره راح تلحم المعدنين ذني، امشيها على طول ذني المعدنين. طبعا في طريقه الفريكشن ستير ويلدنج ان شاء الله ناخذها انه تكون عندي ذني هنا المعدنين، خلينا نقول ذني المعدنين وهذا سمك مالتها، اوكي، هاي بليت نمبر 1 بليت نمبر 2، هنا تجي هاي الاداه مال اللحام تنزل وتبدي تمشي على طول، هذا تولد يعني احتكاك وحراره وتلحمها من فوق القطع. اوكي، فهنا عندنا هاي يعني طرق مختلفة لتوليد الحرارة وديفورميشن يصير عندي لحام. فهنا طبعا عندي ايضا اكو طرق اخرى تعتمد على الهاي فيلوسيتي كولجن، يعني سرعة عالية والصدام قوي، مثل الاكسبلوجن ويلدنج اللحام الانفجاري يصير عندي اللحام عن طريق، ان شاء الله ناخذه بالتفصيل. وايضا عندي سمبل هيتنج اكسريتنج انتر ديفيوجن وهو الديفيوجن ويلدنج. هنا طبعا في كل الحالات قلنا اللي يصير عندنا واللي يميز طريقة السوليد ستيت ويلدنج فروم فيوجن ويلدنج هو شغلتين، يعني كانت عندي الهيت والديفورميشن. فإذا توجذر كومبينيشن اوف هيت اند ديفورميشن هو الشرط الأساسي كونديشن تو بروديوس ا ساوند ويلد. بالنتيجة اكو يصير عندي اني منطقة لحام، اوكي، وبصفها هم يصير عندي اللي اخذناها هي شنو هيت افكت زون. وطبعا الهيت افكت زون هنا بهاي الحالة تكون مختلفة عن بصورة كبيرة احيانا عن الهيت افكت زون اللي يعني ممكن اخذناها في بعض الحالات، وبعض الحالات مشابهة للهيت افكت زون يعني حسب المعدن، ولكن تبقى الهيت افكت زون مختلفة عن البيس ميتال مثل ما بطريقة الفيوجن ويلدنج. The properties of which may be significantly different from the base metal. تبقى الهيت افكت زون هي تأثرت بالحرارة، هاي المنطقة تأثر بالحرارة، تأثر الميكروستركتشر بالحرارة، وفقد أو اكتسب حسب المهم تغير الميكروستركتشر وتغيرت بالتالي ميكانيكال بروبرتيز مالته. بصورة عامة احنا نقدر نميز two regions، فيقول هنا two distinct regions can be identified. هنا ذني المنطقتين اللي قلنا تكون مميزة، قلنا الهيت اند ديفورميشن زون، قلنا اللي تقابل الفيوجن زون، والتي هيت افكت زون. التي هيت افكت زون القصد بها هي الترو هيت افكت زون، وهي تقابل الهيت افكت زون اللي احنا اخذناها في طريقة او في طرق الفيوجن ويلدنج بروسيسز. بصورة عامة السوليد ستيت ويلدنج بروسيسز دو نوت results in a melting at the interface. قلنا الانترفيس يصير بي deformation، يصير بي حرارة تحت الملتنج temperature، يصير عندنا heat effect zone، لكن ما يصير عندنا melting. طبعا هنا نقول within the heat and deformation zone، في المنطقة اللي هي يصير بيها الحرارة والdeformation at the interface.
يعني اللي تقابل الفيوجن زون. significant forging action وعن كأنما أشبه بعملية الحدادة. significant لأن شنو الحدادة عندي عبارة عن heat and deformation. فيقول هنا significant forging action may occur that promotes what promotes continuous dynamic recrystallization resulting in what extremely fine grain size. فهنا إذن يصير عندي تغير بالمايكرو ستراكشر وبالتالي ينتج extremely fine grain size. often the strength of the zone exceeds that of the true heat effect zone. طبعا بالتأكيد نتيجة strain hardening اللي يصير عندي نتيجة الhot working وأكيد طبعا يكون أكثر صلابة وstrength من البيس ميتال. إذن أكثر من true heat effect zone وأكثر من البيس ميتال. طبعا a few examples of microstructure evolution during solid state welding are included in the following sections. عندنا هنا طريقة الفريكشن ستير ويلدينج. أنا طبعا رسمتها بصورة مبسطة هنا وين يدخل عندي هذا المعدن أو نقدر نسميه معدن وهو تسول اللي يعتبر الثالث في عملية اللحام إضافة إلى المعدن الأول والمعدن الثاني المناط لحامها. وهنا الفريكشن ستير ويلدينج طبعا أول مرة استخدم سنة 1990 وعندنا هنا هذا فيجر 259 يبين عندي هنا 2 base metals هذا خلنا نعتبره واحد وهذا اثنين. هنا هذه منطقة اللحام نلاحظ هنا هذه تول مستخدمة باللحام التور المستخدمة باللحام طبعا هنا متكونة هذه التول هنا من هذا الشولدر يسموه هنا هذا الشولدر هو اللي راح ينزل مثل ايضا بي بن من الداخل. اوكي هذا الشولدر هو اللي ينزل ووظيفته انه يساعد بعملية تنظيم منطقة اللحام. وهنا عندنا انه يصير عندي المعدن اللحمن ويكون وكأنما لحمهن بطريقة اشبه بطريقة diffusion welding لان هذا انا عندي butt joint اذا نتذكر البوت joint. اوكي وطبعا الطريقة تكون هنا بدرجة حرارة أقل من فيوجن ويلدينج وطبعا اللحام يكون هنا بدقة عالية وأنظف وبمواصفات ممتازة مثل ما قلنا أنه هذا عدي هنا من بين كل شخص صورة أوضح. هذا هنا يسمي بروب اللي هو المفروض هنا أكون مثل الأداة تول وبن يسموه بروب. هذا هنا عندي الشولدر كل من إلى وظيفته. البروب أو البن هنا يدخل بداخل المعدن وهو يسوي مثل يعني يحفر بداخل المعدن ومثل الدريل يحفر بعدين يعني يبدي يفتر يصير المعدن مثل العجينة وهذا بعدين يبدي يمشي. الشولدر المهم ما تمو فوق ينظم منطقة اللحام وما يخلي المعدن هذا اللي قلنا صار مثل الأشبه بالعجينة يطلع منه وكأنه ما يلمه بمنطقة واحدة. هنا نقدر نقول الشكل شوية أو أوضح. هنا فعندنا كان التول شولدر هو هذا وهذا هو البروفايل بن أو مسمي البروب. هذا هنا هو هذا قلنا اللي يدخل داخل المعدن. هنا عندنا أنا أفضل نشوف فيديو قبل ما نكمل أفضل. خلينا نشوف هنا فيديو عن طريقة الفريكشن ستير ويلدينج. خلينا نشوف هذه الطريقة. لاحظ هنا هذا البروب. البروب هو هذا الجوة أو البن. ولاحظ طبعا هذا التول وهنا الشولدر. سنشوف الطريقة هنا نشوف شو ينزل. هنا طبعا مو شرط يكون جوتي هنا ممكن يكون طريقة نسميها بروسيسنج. هي المهم نفس الطريقة. يعني خاف واحد يقول من بين قطعتين مثل اللحم هي نفس الفكرة. لاحظ هسه شلون البن هو اللي يدخل داخل المعدن قلت مثل الدريل عن طريق هذه السرعة والفريكشن راح تتولد عندي حرارة. الحرارة هاي تخلي المعدن يبدي يدخل جوا قلت يصير معدن يصير كلام مثل العجينة هسه هذا الألمنيوم اعتقد درجة الانصهار قليلة. فهنا هذا الدوران والاحتكاك ادى الى المعدن انه يكون بهالشكل هذا
هنا نلاحظ الشولدر اللي فوق شلون بدا ينزل، وقلت عليه شلون راح ينظم منطقة اللحام وما يخلي المعدن بصورة مشوهة جدا. هسه لو نلاحظ انه هو اكيد اكو تشوه لكن يزال، هذا لو يمشي عشان احنا نقدر نشوف اللحام شلون يكون. هنا أنا هسه بدا يمشي، بعدين هسه لو يطلعونه من ورا شلون صار اللحام. بالتأكيد هالمنطقة الأخيرة راح تكون مشوهة ولازم أحسب حسابي إنه تقطع. هذا هنا المنطقة اللحام بشوفوا شون نظيف، ولاحظ هنا اللحام لاحظوا شونه، في شيء ممتاز بالنسبة للكواليتي. وهذا قصدت بالشولدر إنه ينظم المعدن اللي قلنا عليه يعني قابل للتشويه، ويسوي منطقة اللحام ذات يعني كواليتي عالية مثل ما قاعد نلاحظ. المكان الأخير اللي صار عندنا هذا العلي يسار، طبعا أنا حاسب حسابي أنه راح يكون ويست. المعدن اللي انصهر اللي مو صهر عندي يعني اللي قلنا صار مثل يعني بلاستيسيتي مالته كلش عالية، قلنا هذا يطلع لي برا طبعا نزيله أيضا، واللي يبقى هو هذا المعدن الصافي اللي يمثل عندي الجوينت. هذا هو فد مثال للفريكشن ستير ويلدينج. اعتقد هنا شويه راح الطريقه تكون اوضح عندكم ومفهومه من اتكلم عنها. هنا يقول بالنسبه الى البوندينج او الويلدينج، قلنا هي عباره عن ميتاليك بوندينج. فهنا يقول البوندينج بالفريكشن ستير ويلدينج اساسا ريلايز اون ذا فريكشنال هيت اوف ذا تول rotating between the two pieces to be welded. مثل ما شفنا قبل شوية، نتخيل انه كان المعدن يعني اللحمن التول هاي اللي هي البروب او البن، يسموه بروب او يسموه بن، هو نفسه انه مو هذا عندي اني الشولدر، هذا جوه، هذا اللي يدخل داخل المعدن، هاي قطعتين انا عندي يدخل داخل المعدن، ونتيجة الدوران يسوي عندي الحرارة. هذا البروب او البن هو اللي يعتمد عليه كتول لتوليد الحرارة عن طريق الاحتكاك. هنا الفريكشن الاحتكاك اللي راح يصير هو يولد عندي الحرارة، لأن هو راح يسخن المعدن إلى درجة حرارة بحيث المعدن يكون قابل للتشكيل، المعدن يصير بـ flowability، يعني يصير إنه الفلوينج مات أيضا يكون لازم easily to flow. أوكي شلون عندي بالتشكيل؟ فهنا طبعا الحرارة قلنا where it flows easily بالنسبة للماتيريال، هاي الحرارة اللي راح يسويها ناتج عن الاحتكاك. and abutting pieces are joined by this metallic stirring action، هاي طريقة الدوران اللي ولدت لي الاحتكاك وولد لي الحرارة، هي اللي راح سماها stirring action، هي اللي سوت عندي الجوينت. طبعا احنا انا بالتأكيد ما عندي اي melting، وايضا احنا اللحام مثل ما شفنا قبل شوي بالفيديو يكون هاي انتجريتي يعني كواليتي جدا عاليه، والسوليد ستيت جوينت از فورمد بدون اي ميلتينج. هذا اللي شفناه قبل شويه، قلنا هنا يكون عندي البروب، هذا شكل اللحام. هنا ميتالرجيا بطريقه الفريكشن ستير ويلدينج ورا ما تخلص واجي احلل الجوينت ميتالرجيا، راح الاحظ انه وجود ثلاثة مناطق ممكن ان نميزها بسهولة. هذه المناطق خاصة بالفريكشن ستير ويلدينج، وتسمى هذه المناطق عادة بالاول شيء ستير زون، وهي تعتبر المنطقة اللي يصير بها اللحام، واشبه بمنطقة الريزيستنس سبوت ويلدينج، نتذكر النجت هي اشبه بالويلد نجت اللي كانت عندنا بالسبوت ويلدينج. وايضا هي تعبر represent the region that consumes the original joint، وتعتبر المنطقه اللي صاير بها اللحام. metal is heated، طبعا هنا العمليه قاعد يوصفها يقول metal is heated under the shoulder of the tool and is moved around the tool from the front to back and rotational
of the tool. The end of the tool called pin. قلنا هذا أو مسميه probe. قلنا هذا البسمار الأخير هو اللي يطب داخل المعدن ويفتر ويسوي الحرارة. هذا يسمى probe. طبعا هذا will sometimes have features machined into it that facilitate material flow in the friction zone. طبعا هذا البحوث لحد الآن تتطور وتغير شكل البروب بحيث دائما احنا ندف الى تسهيل عملية الماتيريال فلو وبالتالي تسهيل عملية اللحام. يعني هذا البروب قد يكون تختلف الماتيريال مالته بصنعه حسب نوع المعدن الشكل مالته. اكو دراسات شكله يكون يعني مختلف وبحوث لحد الان جارية عن تأثير البروب جيومتري on the friction stir welding weldability of materials. ولهذا هنا من نقول انه will sometimes have feature قد يكون hollow مثلا يعني مجوف قد يكون شكله اسطواني قد يكون شكله يعني مخروطي تختلف زاوية الميلان عفوا وهكذا. فهنا هذه المنطقة الأولى هي الاسترزون وهي المنطقة اللي بداخل اللحام تمثل الولد نجد. احنا اذا نجي هسه على اي وبي وسي ودي نلاحظ ياهو المنطقة اللي نقدر نسميها النجت أو الجوينت أو الاسترزون هي المنطقة دي. أجي هنا دي هي الويلد نجت أوكي اللي هي المنطقة اللي تمثل لي الجوينت اللي بالضبط تصير بنص اللحم. خلينا نجي على بقية المناطق. المنطقة الثانية اللي بصفها هي thermomechanically affected zone يعني هي منطقة ما صار بها اللحم لكن صار بها عملية تشويه ثيرمو ميكانيكي. يعني شلون احنا عندنا الهيت افكت زون بس تاثير الحراره لا هنا عندنا ستير زون وعندنا بصفه ثيرموميكانيكالي افكت زون وبعدين عندنا هيت افكت زون. ليش صار عندنا هاي المنطقه؟ لان عندنا ديفورميشن بسبب اللي عندنا الديفورميشن اللي عندنا. اذا اني قسمت عندي منطقه اللحام الى اكثر من بس فيوجن زون وهيت افكت زون. طبعا انترفيس ما عندنا هنا اللي صار عندي منطقه اسمها ثيرموميكانيكالي افكت زون. فهنا هسه نجي اذا على هذا الشكل نشوف الشولدر والبروب ومكان البروب الدي راح يمثل الولد نجت بصفه شنو هو الثيرموميكانيكالي افكتد زون اللي هي الاكبر واللي عاده تقول تقريبا تكون بقد الشولدر اوكي. وطبعا هنا نلاحظ انه الولد نجت هي عاده تكون بارت اوف ذا ثيرموميكانيكالي افكتد زون. الولد نجت تكون عاده هي طبعا بنص الثيرموميكانيكالي افكتد زون اوكي. بعد الثيرموميكانيكال افكت زون راح تجي عندنا الهيت افكت زون وبعدها الانفكتد ماتيريال مثل طريقه الفيوجن ويلدنج بروسيسز. فالثيرموميكانيكال افكت زون ريبريزنت ذا ريجن سراوندينج ذا ستير زون اوكي تحيط بالستير زون جانبها لكن تحيط بها من كل الجوانب اكيد. يعني لو نرجع على الفيديو هنا يعني تعتبر هنا الثيرموميكانيكال افكت زون هي هاي كل هالمنطقه اللي نشوفها اللماعه اوكي اللي صاير بيها يعني تقريبا بقد القطر الكامل مال الدائره اللي قاعد نشوفها الخارجيه اوكي. هاي يعني كلها منطقه ثيرموميكانيكالي افكت زون وبداخلها نشوف هذا هو صار مكان البروب هو صار عندي الجوينت بالنص. هنا عندنا يقول بالنسبه الى هذه المنطقه يصير بيها minor recrystallization بينما المنطقة الأولى ستير زون صار بيها heavy recrystallization وصارت السترينث مالتها قلنا كلش عالية إذا قارناها بالهيت افكت زون والبيسمنت. هنا عادة بالثيرموميكانيكال افكت زون الريكستلايزيشن يكون أقل من الستير زون يكون minor recrystallization is often observed in this region in some materials مثل steel والتيتانيوم. It may be difficult to distinguish a thermomechanical effect zone صعبة اوكي صعب نميزها طبعا لتشابهها الكبير مع المنطقه اللي يعني بصفها. لهذا ميتالرجيا من الصعب ان تتميز واكو معادل لا بين بسرعه. طبعا هنا بعد منطقه الثيرموميكانيكالي افكت زون اللي نعبر عنها بي تي ام اي زد راح تجي عندنا منطقه الاتش اي زد الهيت افكت زون. منطقه الهيت افكت زون بالفريكشن ستير ويلدنج تعتبر مشابهة للهيت افكت زون بالفيوجن ويلدنج از انالوجس تو ذا فيوجن ويلد. طبعا الفرق هنا بس بالهيت سورس. هناك كان عندنا هيت سورس مثل الارك او الالكتريكال كرنت او البيم كان عندنا يسوي ميلتنج. هنا عندنا الهيت سورس
ما يسوي ملتينج، لكن هيت افكت زون هي بيها نفس مواصفات الميتالرجية والميتالرجيكال رياكشن اللي صار بالهيت افكت زون نتيجة الفيوجن ويلدينج. فور اكزامبل السوفتنينج اللي يصير عندي بالهيت افكت زون مثلا على سبيل المثال بالالمنيوم اللي يصير نتيجة الاوفر ايجينج هو نفسه راح يصير عندي بالهيت افكت زون للالمنيوم، ويصير بي ايضا اوفر ايجينج اذا لحمته بطريقة الفريكشن ستير ويلدينج. هنا مثل ما شفنا هذا الشكل اعتقد صار واضح ان شاء الله، وتقسيم المناطق بي جدا مهم. هنا عندنا طبعا انا اتذكر العام جبت يعني هذا الشكل فارغ وقسمته الى مناطق، وطلبت من الطلاب انهم يضعون كامل يعني كامل التأشيرات على هذا الشكل. هنا عندي هذا الفرق اللي نلاحظه ما بين اللحام بالفريكشن ستير ويلدينج وما بين اللحام بالفيوجن ويلدينج، مرة بوت جوينت ومرة يعني هذا الفيلد جوينت، ونلاحظ انه الفرق وجود انه يعني عندي هنا الويلد بيد اللي قلنا تتكون من الفيس والروت هذا اللحام اللي موجود عندنا، بينما بهاي الطريقة ما عندي هذا الشيء. والمعدن الزائد من هنا كل هذا نقدر نشيله، الهيت افكت زون وجودها هنا والفيوجن لاين وغيره. طبعا احنا نقول in order to successfully weld material using friction stir welding، طبعا هنا من المهم انه انا اصعد بدرجة الحرارة بالمعدن الى درجة حرارة يكون بيها المعدن فلو. كل ما يكون بيها المعدن فلو يعني يصير عجينة بيدي بسهولة، كل ما تكون الطريقة مال اللحام ناجحة اكثر وبها الكواليتي مالتها اعلى. فلهذا يقول in order to successfully weld a material using friction stir welding it is necessary to what? It is necessary for the material to flow at elevated temperature. The flow stress هنا as a function of temperature can be used to determine as the stir characteristics of the material. تحديد خواص الستر بالنسبة للمادة. يعني درجة الحرارة اختيار درجة أو الوصول إلى درجة الحرارة يعني المناسبة هو بالتأكيد أني عندي راح يأثر على الفلو ستريس، بالتالي راح يأثر عندي على سهولة لحام السبيكة. In general the more rapidly the flow stress drops، كل ما يكون عندي السبيكة المعينة تقل مالتها الفلو ستريسز وبالتالي الريزيستنس نقدر نقول مالتها للماتيريال فلو، كل ما تكون عندي هاي معناتها المادة أو السبيكة سهلة، كل ما تنزل مالت الفلو ستريس كل ما يكون عندي هاي المعدن أو السبيكة أسهل بعملية اللحام باستخدام فريكشن ستير ويلدينج. على سبيل المثال نلاحظ أنا عندي الالوي بي والالوي اي، نلاحظ أنه الالوي اي الفلو ستريس مالته أقل، بالتالي الستير زون تكون الفلو ستريس بيها هواية أقل، بالتالي ياهو تكون أسهل بعملية اللحام أكيد تكون الالوي اي لأن الفلو ستريس مالتها أقل، وبالتالي أنا راح أقدر طبعا لازم أوصل أنا لهاي المنطقة، يعني خلينا نقول هنا مفترض أنا وصلت من 400 إلى من 300 إلى 400 جزء من 400 إلى 500 كما في الألمنيوم بالتيتانيوم والستيل أصعد للألف وهكذا. المهم أنه أنا عندي سبيكة أي تعتبر القابلية اللحام مالتها بطريقة الفريكشن ستير ويلدينج أفضل وأسهل لحامها سبيكة أي من السبيكة بي. ليش؟ لأنه at specific range أنا عندي شو لاحظ أنه هاي سبيكة الفلو ستريس مالتها أعلى، بالتالي تكون أصعب بعملية الستير ويلدينج لأن المعدن يكون مقاوم للفلو. وبالتالي هنا in general هنا نرجع لها يقول the more rapidly the flow stress drops with increasing temperature، كل ما نزيد الحرارة يتقل flow stress، كل ما كانت الماتيريال أسرع نوصل بها بهاي الحالة، كل ما أنه شنو تكون easier it can be welded by friction stir welding. For example اللي شفناه قبل شوية 62 سبيكة A تعتبر easier than B because it exhibits a lower flow stress in the stir zone temperature range. هذا هو الاسترزون قلنا، خلينا نقول هذا مثلا الالمنيوم والالمنيوم عبارة عن سبيكتين، خلينا نقول بصورة عامة الفلو ستريس الفلو رينج خلينا نقول هو ما بين فرضا 300 و400، فنلاحظ السبيكة اي افضل كانت لان
it showed lower flow stress at this specific temperature. يقول هنا for materials such as steels هاي هنا أنا. Okay. ها قبلها عفوا هاي ملاحظة مهمة شوية انه هو هاي string temperature كل ما تزداد درجة حرارة الstring شنو يعني من اقول انا string temperature يعني المعدن اوصله الى درجة حرارة بحيث بسهولة اقدر اسوي له string يعني ادخل بداخله البروب ويبدي يفتر ويولد حرارة بحيث المعدن بسهولة يقدر يجاوب وياي وتمشي البروب وتلحم اوكي فهنا هاي اسميها string temperature انه اضمن بها المعدن يكون فلو وقلنا كل ما المعدن يوصل او السبيكه توصل لدرجه السترنج تمبريتشر اسرع واسهل كل ما يكون معناتها عمليه السترنج سهله هنا ايش يقول يقول كل ما اني السترنج تمبريتشر كل ما تكون عاليه يعني معدن الستيل قلنا نوصل جزء الالف فهنا انا شنو عندي مشكله وين راح تكون بالوير اللي يصير الوير اللي يصير بالتول لان هذا البن قلنا يدخل داخل المعدن ويسوي عملية احتكاك فهذا كل ما تكون درجة السترنج طبعا تعتمد على درجة الانصهار كل ما تكون السترنج تمبرشر أعلى كل ما تول راح تتلف عدي أسرع بالتأكيد وبالتالي يقول for materials such as steels, stainless steels, nickel base alloy the very high temperatures required to achieve material flow بالتالي results in high tool wear and significant microstructural changes in the stir zone. Thermomechanically affected zone and heat affected zone relative to the base muscle. يعني كل ما تكون عندي عملية الستيرنج أوصل للستيرنج تمبريتشر أصعب وأعقد وأعلى كل ما أكيد راح يتأثر سلبا على بقية الزونز مثل thermomechanically affected zone, heat affected zone والbase muscle. هنا عندنا بعض الاكزامبلز اللي تراوينا الايفولوشن اللي يصير بالمايكرو ستراكشر طبعا ويلدنج او اكو عندنا فريكشن ستير ويلدنج او عندنا ايضا فريكشن ستير بروسيسنج ايضا يسموه فريكشن ستير بروسيسنج الفرق انه مثل قبل شويه اللي شفناه الفيديو يجوز هذا ما كان ويلدنج اذا مو مبين عندي معدن قاعد يلحمن وموجود عندي فراغ ما بيناتهم يجوز عندي بروسيسنج القصد هو نفسه يعني انه هاني يصير عندي ستر فهنا هنا عندي الاكزامبلز راح ناخذها كل اكزامبل يبين عندي فد يعني سبيكه معينه بالاشكال من 261 الى 263 يمثلن لي اما ويلدنج يا اما بروسيسنج هنا عندي friction stir processing is mechanically the same as mechanically the same as friction stir welding نفس الفكرة ميكانيكيا ما عدا انه except that the joint is not being created بس انه joint ما عندي نفس الفكرة نفس التأثير على المايكرو ستراكشر وعلى الخصائص الميكانيكية friction stir processing is used ليش نستخدم العد؟ شنو فائدته؟ To alter the original base metal microstructure through dynamic crystallization يعني أنا يعني متقصد أسوي عملية friction stir processing حتى أستفاد من خاصية dynamic crystallization وقلنا فوائده أنه غير من خصائص المعدن الميكانيكية فلهذا أسوي friction stir processing وأيضا عندي الwelding هو مبين الغرض من عنده هو عملية اللحام بالألمنيوم اللويز يقول هنا can be easily friction stir welded or processed ليش؟ يقول since the material can be plastically deformed at a relatively شنو؟ low temperature بين 400 وبين 500 فبالتالي allowing the use of a steel tool يعني بسهولة أنا أجيب steel وأقدر أستخدمه كبروب ما راح يتلف بسرعة ليش؟ لأنه الستيرنج temperature مال الألمنيوم ألويز قليلة نسبيا فبالتالي هنا أنا يقول فيجر عندي 62 راح نشوفها انه هو الاسترزون undergoes what dynamic recrystallization under the action of tool resulting in extremely fine grains in this zone هنا أنا خلي نشوف هذا الفيجر راح نلاحظ انه هنا هذا هو فد مقطع مكبر للفيجر
الأعلى اللي هو لاحظ هنا هذا الفقرة الأعلى، هاي منطقة عندي الألمنيوم 60 و61، المنطقة اللي صار بها اللحام، وهنا أنا هذا يعني في شكل مكبر للفريكشن ستير ويلدينج، هذا مأخوذ بما أنه بالنص فإذا هو أكيد من منطقة النجت زون. النجت زون عندي هنا هذا شكل الألمنيوم كان، بينما هسه راح نشوف بالتيتانيوم اذا سوينا له فريكشن ستير بروسيسنج او ويلدينج، هو طبعا لحامه كان ناجح عبر البحوث وتوصلت البحوث الى انه ممكن لحام التيتانيوم بهذه الطريقه، لكن شافوا انه التمبريتشر هي اكبر بكثير مما استخدمت ويا مثلا الالمنيوم بالتاكيد، لان درجه انصهار التيتانيوم عاليه، فالفلو او الستر تمبريتشر اكيد راح تكون عاليه، هنا تقريبا شافوها بحدود من 800 الى 1000 سيلسيوس. فيقول هنا the transformation from low temperature alpha to higher temperature beta phase in the same temperature range, so it's possible to process the material in either the two phases alpha beta or single phase regime. اوكي يعني هنا هاي منطقة التحول. يقول هنا the effect of the cell zone microstructure can be quite dramatic as shown in figure 62. هسه نشوفها بعد شوي. يقول هنا اذا كنت سويته فور ذا نير الفا الوي، يعني السبائك التيتانيوم اللي تكون نير الفا واللي عاده معروفه باسم تاي 5111، وان بروسيسنج ابوف ذا بيتا ترانزست تمبرتشر، اذا انت سوينا لها عمليه بروسيسنج فوق البيتا ترانزست تمبرتشر، the prior beta grain size is reduced from nearly من 500 micron to 10 micron. هسه لاحظ هذا الشكل، شوف هنا شلون صارت عمليه الجرين سايز ريدكشن من سويت عمليه اللحام. اوكي وبعد اكثر راح تقل اذا انا سويتها هنا، اذا سويت عمليه البروسيسنج ابوف ترانزست temperature، واذا سويتها بلو ترانزست temperature يصير عندي المايكرو ستراكشر يكون عندي بعد اصغر، يعني هنا انا عندي 10 مايكرون، هنا أنا صار عندي 1 مايكرون، طبعا هنا اكوي اكست مثل ما راح نشوف بعد شوي، 1 مايكرون واكوي اكست. اوكي شو يقول هنا، راح نرجع نعيدها. يقول هنا temperature بصوره عامه اللي مطلوبة لعملية البروسيسنج اوف تيتانيوم قلنا من 800 الى 1000. اوكي the transformation from low temperature alpha phase to higher temperature beta phase transits and this is the same temperature range, so it's possible to process the material in either يا اما two phase or single phase beta regime، يعني نقدر نسوي البروسيسنج بهذا الرينج سواء كان عندي two phases او one phase. المهم يقول هنا the effect on the stir zone microstructure can be quite dramatic مثل ما راح نشوف او شفنا قبل شويه في قرر 62. يقول احنا اذا سويناها فور ذا نير هاي سبيك نير الفا الوي، اذا سويناها البروسيسنج سويناه ابوف ذا ترانزست تمبرتشر، فاحنا راح يعني اللي شاهدناه انه يقل حجم الحبيبات من 500 بالبيس ميتال الى 10 مايكرون بالسترزون، فاذا صار عندنا دايناميك ريكستلايزيشن. واذا سويناها بلو بيتا مثل ما شفنا بهذا الفقر الاخر بعد اقل راح تصير تتحول الى اكو اكس جرينز مثل ما قلت قبل شويه، وبتكون بالافرج جرين سايز اوف 1 مايكرون، طبعا هذا صار ريدكشن هائل بالمايكرو او بالجرين سايز. يقول this represents a 500 grain refinement، 500 مره سوينا ريفاينمنت ريليتد تو ذا اوريجينال بيس ميتال، يعني اوريجينال بيس ميتال كانت ماتها الجرين سايز افرج 500 مايكرون، حولناه الى شقد الى 1 مايكرون بعمليه البروسيسنج، فبالتالي هذا الطانه اوكي الطانه فد عمليه سترينثنينج هائله عن طريق ريدكشن اوف جرين سايز، وهذا احنا شفناه طبعا بهول باتش ايكويشن، وشفنا تاثير الجرين سايز على اليلد سترينث اوف ماتيريال. هنا عندنا هذا
الستيل هاي سترينث لو الوي ستيل. ايضا راح هسه نشوف تاثير فريكشن ستير ولدنج اند بروسيسنج اون ذا ستيل. طبعا هنا بما انه ستيل اذا اني لازم اصعد الى ابروبريت هاي تمبريتشر، وبالتالي لازم استخدم التول اللي استخدمها ام ايضا لازم تكون ابروبريت هاي تمبريتشر تول. يعني انا هنا لازم اصعد الى درجه حراره عاليه اللي هي درجة حرارة الاسترنج بالنسبة للاستيل. طبعا هنا عادة تستخدم تول من التنجستن بيزد تولز، وايضا اقدر استخدم بوليكريستالين كيوبيك بورون نايترايد تول. ليش؟ لان درجة الاسترنج او الاستر تمبريتشر بالنسبة الى الاستيل او حتى يصير المعدن فلو فهي عالية، لهذا لازم استخدم سبائك خاصة اوكي لصناعة التول او البروب. The friction stir welding processing of steel طبعا هنا يقول is conducted at temperature in the range من 1000 الى 1200، اعلى بعد من النير الفا تيتانيوم اللي شفناه قبل شوي. طبعا هنا بهاي الحالة يقول الماتيريال راح تكون هي عبارة عن شنو؟ اكيد راح تكون عبارة عن اوستينيتك، راح تكون عبارة عن اوستينيتك اوستينايت. طبعا الاوستينايت الكريستال ستراكشر مالته هو اف سي سي. هنا يقول the extreme grain refinement that is achieved in the stir zone of other material is usually not achieved in steel. يعني مثل ما صار عندي بالتيتانيوم من قللته من 500 الى 10 وبعدين الى واحد مايكرون، ما يصير عندي هذا الاكستريم grain size reduction اللي صار عندي بالتيتانيوم، ما يصير عندي بالستيل. ليش؟ يقول because of the austenite grain growth، لأن الأوستينايت من أصعد بدرجة الحرارة تلقائيا راح يصير بي grain growth. فبالتالي يقول the austenite grain growth that occurs even at the cooling from the processing temperature، يعني يبقى الأوستينايت يعني من أصعد درجة حرارة عالية ويصير بي grain growth حتى من أبرد، يبقى بعد البروسيسنج الحبيبات تعتبر خشنة. An example of the microstructure associated with the friction stir weld in the high strength low alloy steel type 65 is shown in figure 263. هذا وهنا بهذا الفيجر هنا يقول لي distinct region are developed surrounding the stir zone and heat effect zone similar to that formed in the fusion welding. لاحظ هنا المنطقة الأولى هي هاي هي coarse grain stir zone. عدي هنا اكو عدي منطقة هاي تقريبا هنا خلينا نقول هي transition zone، بصفها عدي مسميها هو طبعا هي منطقتين heat effect zone، واحدة مسميها الانر واحدة هاي طبعا البحوث، واحدة مسميها الاوتر heat effect zone. فلاحظ هنا وجود اربع مناطق ممكن اميزها بهذا الشكل. هنا عندنا in this steel the stir zone microstructure exhibits a relatively coarse superior austenite grain size and bionic microstructure that forms during welding. هذا هو الشكل اللي صار عندي عبارة عن austenite وعندي bionite، ويعتبر coarse مو مثل اللي صار عندي بالتيتانيوم بسبب درجة الحرارة العالية والcoarse coarsening of austenite grains. فهنا هذا يتعلق كل ما يتعلق بعملية الفريكشن ستر ويلدينج اللي معادن مختلفة أخذناها، الألمنيوم التيتانيوم والهاي سترينث لو ألوي ستيل كأمثلة. راح نشوف هنا فيديو آخر يوضح لنا طريقة الفريكشن ستر ويلدينج. هنا هاي روبوتك فريكشن ستر ويلدينج توضح لنا ايضا الآلية. هنا أنا تعتبر يعني هاي الشركة صنعها عندها سبوت وارك ويلدينج. Friction stir welding or FSW is a solid state process by which high quality and high strength welds in potentially difficult to weld alloys are possible. لاحظ هنا هذه technology is becoming an increasingly popular choice for manufacturing lightweight transportation structures such as automotive, aerospace,
نلاحظ استخدامها من يكون وين يكون عادة الأيروسبيس والأوتوموبيل مثل ما شفنا قبل شوية سنة 1990 لاحظ الكواليتي مال اللحام العالية ما ننسى استخدامها عادة كل الأوتوموبيل يكون الأيروسبيس إنجينيرينج الأيروكرافت وغيره لاحظ هنا to perform the welding process. شوف هنا البن شلون اخترق والشولدر هاي اهميته قلنا يحافظ على المعدن وما يخلي FSW requires a large amount of downforce to plunge يعني at the start and maintain tool orientation. So low distortion is required to hold the parts in excellent mechanical properties. The M900IA robot is an ideal solution for this task. Its servo-controlled speed, accuracy, and heavy payload capacity ensure the optimum downforce is applied while producing high quality welds. The welds joint is typically configured with two plates in a butt joint configuration. طبعا ما احتاج هنا الى فيلر مساق وبالتاكيد هنا راح اقلل من الويت مال ويلد وايضا هنا راح يعطيني ميكانيكال بروبرتي جدا عاليه بسبب انه الكواليتي مال ويلد راح تكون جدا عاليه. And rotation to stir the material below the actual melting point and forming the weld zone. لاحظ هنا هذا المعدن هذا البروب هسه حاليا داخل المعدن ولاحظ عمليه اللحام شلون تصير. Is transversely fed at a constant rate into a butt joint between the two clamped pieces of material. No, هذا butt joint وتتم عملية اللحام. The pin tool is slightly shorter than the weld depth required, with the tool shoulder riding atop the work surface at a precise yet slight angle. قلنا بالأخير هذا الجزء أنا حسب حساب إنه صار عندي ثقب هذا يصير waste. ولاحظ الكواليتي العاليه مال اللحام هي تعطيني الهاي ميكانيكال بروبرتيز يعني ديفكت ماكو ليفيوجن زون ومساوئه ماكو عندي نفس المشاكل مال ديستورشن اللي يصير عندي بالفيوجن زون. FSW tool and the work pieces. As the pin is moved forward, a special profile on the shoulder face forces the material back behind the direction of travel where downforce assists in the formation of the weld. This innovative welding system from Crick combines the flexibility of a FANUC robot with the multiple benefits of friction stir welding, including an improved work environment with protection from smoke and noxious gases and energy efficiency. انرجي راح تكون اقل المخاطر مال السموك كلها راح تقل اذا قارناها بالفيوجن ويلدنج اضافه للانتجريتي الاعلي .ca. نعم هذا كل ما يتعلق بالفريكشن ستير ويلدنج.